هذا الأكسجين آتوم اللي حكينا عنه قبل شوي واكتشفنا أنه فيه نوعين من الفاندمنتال بارتيكلز من قلبه، اللي هن البروتونز اللي موجودين بالسنتر والألكترونز اللي موجودين حوالين البروتونز. طيب أكيد أنتوا سألتوا حالكم شو هني هول اليلوان اللي موجودين مع البروتونز. هولي اللي باليلو هن بارتيكلز جداد حنتعرف عليهم هلأ، حنسميهم نيوترونز، اسمهم نيوترونز، ما في عليهم لا بوزيتيف ولا نيجاتيف تشارج. سو لحد هلأ بديكم تعرفوا انه هيدا الأكسجين آتوم في بقلبه 3 fundamental particles. صار في بقلبه الالكترونز اللي هو negatively charged، في بقلبه البروتونز اللي هو positively charged، في بقلبه اليلو اللي هني سميناهن نيوترون اللي ما في عليهم charge لا plus ولا minus. هلأ بدي شوف أنا وياكم كل particles من هول وين موجودة، شو البوزيشن اللي لقاله، شو اللوكيشن اللي لقاله، شو موقعه. حبلش أنا وياكم بالبروتون. هولي البروتونز هني positively charged، عندهم positive charge. وين موجودين؟ بالcenter of atom. هيدا المنطقة اللي هون اللي هي center حنسميها nucleus. سو صار center اسمه nucleus. حكفي أنا وياكم مع الالكترونز. هولي الالكترونز عندهم negative charge. وين موجودين هولي الالكترونز؟ موجودين حوالين البروتون، حوالين البلاس، عم يبرموا حواليهم. شو اسمها هاي المنطقة اللي هي حوالين السنتر؟ حنسميها electron cloud. electron cloud هني موجودين بشكل عشوائي شيء؟ نو، منلاحظ انه هني موجودين على circles، هو black circles اللي هون اللي حنسميهم سواء energy level or shells. حكافي انا وياكم مع neutrons. هو neutrons هني no charge، ما عندهم عليهم، ما عندهم لا plus ولا ماينس، وهن بلا شارج. وين موجودين؟ عند السنتر مع البروتون بقلب النيوكليوس. طيب سألتوا حالكم ليه هو نيوترونز حطيتهم أنا مع البروتونز بقلب النيوكليوس؟ دفعنا قبل شوي إنه نحنا إذا عنا بوزيتيف مع بوزيتيف حيصير في بيناتهم ريبالجن، حيبعدوا عن بعضهم. سو هيدا نيوترونز موجود بيناتهم ليمنعهم إنه يبعدوا عن بعض ويخليهم سوا. واتفقنا كمان انه انا اذا عندي positive charge مع negative charge حيصير بيناتهم attraction، حيقربوا من بعض. كرمال هيك دايما بلاقي هول الالكترونز عم يبرموا حوالين البروتونز.